ننتقل مشاهدينا إلى ملف آخر وهو نجاحات السوريين في تركيا حقق الطالب الفلسطيني السوري شادي حمدان الذي لجأ إلى تركيا قبل سنوات المرتبة الأولى على مستوى جامعة كوتش في إسطنبول باختصاص هندسة الحاسوب وذكاء الصناعي من باركلو أكيد من باركلو ويعد حمدان أول طالب أجنبي يحصل على المركز الأول في الجامعة وينضم حمدان بهذا التفوق إلى العديد من الطلبة السوريين والفلسطينيين السوريين الذين حقق نجاحات في بلاد اللجوء ومنها تركيا وفي سياق متصل وأيضاً نال الطالب السوري أمجد بسطاطي المركز الثاني في كلية الهندسة الكيميائية بجامعة مرسي. طبعاً أمجد هو من مدينة حلب وكان يحضر لتقديم امتحان الشهادة الثانوية ولكن بسبب الحرف في سوريا لم يستطع التقدم بالشهادة وانتقل إلى تركيا منذ 2013. أمجد واجه صعوبات معيشية كبيرة بسبب المسؤوليات العائلية والمعيشية الصعبة ولكنه استطاع تحقيق هدفه هو التخرج في الجامعة هو معنا في الاستديو. ويسعد صباحك شرفتنا ألف مبروك الله يبارك فيك صباح فيك خير أمجد مبروك التخرج الله يبارك فيك يا رب خبرنا هلأ كل السوريين أو الطلاب بشكل خاص ناطرين يعرفوا شو خلطة النجاح يعني خطة سريعة سحرية تماما انه كيف الطالب بيقدر ينجح وخاصة اللغة غير لغته مجتمع جديد طبعا هلا في كثير صعوبات لازم تواجهك انت في هيك طريق منها صعوبات اللغة، صعوبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، بالإضافة إلى الصبر، يعني مم. أي شيء بدك توصله لازم انه يكون أنت عندك صبر طويل لأنه الطريق يعني أربع سنوات ممكن ي... خمس سنوات في حال كان تدرس سنة لغة حسب الفرق أي حسب أي. الفرق كمان ممكن تماماً أي في فروع بتطول أكثر فالصبر مهم جداً الاستمرارية مهمة جداً آه يظل الواحد على نفس المستوى بالدراسة على نفس المستوى لا يشد كم كثير. ساعة تقريباً كنت تدرس يعني أول فترة كنت أدرس مثلاً يومياً ساعتين ثلاث ساعات في أيام الامتحانات طبعاً هي الفترة حدين بتصير كل اوقاتك دراسه بتصير ثلاث ساعات مثلا استراحه او هيك ولكن ما بدرس بشكل متواصل وكل واحد له طريقه دراسه في ناس دراسه بصريه وفي ناس دراسه سمعيه عندها وفي ناس تحب تكتب وهي بتدرس مختلف من شخص لاخر <applause> طيب امجد يعني مثل ما ذكرت واعطتنا معلومات لتلفزيون السوري <applause> انه انت تركت بال2013 البكالوريا واضطريت تلجا مع عائلتك لتركيا وبعد عن دراسه اربع سنوات مثل كثير من السوريين الشباب والصبايا بسبب الظروف المعيشيه لازم يشتغلوا فتره حتى يقدروا يدرسوا نحكي <applause> عن هي المرحله وقد اليوم هي صقلت امجد وفعلا هي وصلته لهذا النجاح آه كلياتنا طبعا عشنا هي الفتره انه طلعنا على بلد جديد وما بنعرف ايش نعمل ما بنعرف لغه ما بنعرف رح نستقر ولا لا رح نهاجر على غير دولة ولا لا فأول ما استقرينا أنا وعائلتي كنت معطوع عن البكالوريا قدمت هون البكالوريا ليبية بعدين وقفت صرت أشتغل أنا وأخوي يعني بأي سنة قدمت البكالوريا؟ بالألفين و... 2014 واخذت دغري اخذت ثلاث شهور هي الليبيه لانه كنت محضر ذاتا في حلب يعني دارس الهي ولكن عرفت وما طلعت ما قدمت مم. لما جيت لهون قالوا لي انه فتحوا ليبيا قلت بروح بقدم درست شهرين قدمتها اخذت شهاد ليبيا وبعدين كملت الشغل يعني انا واخوي اشتغلنا ل 2017 طيب ليش انقطعت كل هي الظروف <applause> الحياه هون صعبه شوي يعني مم. وانا وعائلتي معي و... واخوي يعني انت والوالد والوالده والدي والدتي واخوي متزوج انا لسه ما كنت متزوج فاسست شغل انا واخوي في مم. مجال الصناعي حلو بعدين شو مجالكم الصناعي؟ مجال صناعه الحقائب النسائيه والجلديه مم. هي هيدا مجالكم من حلب؟ في سوريا في حلب نقلتوا مع كل هون ايوه تماما <applause> حلو كتير فبعدين بال 2017 فتحت تسجيل على المنح قال لي اخوي جرب قدم مم. وطبعا حلو هذا دائما هيك دفع لل... أيه الاخ تم... الاكبر لانه على أيه مصلحه اخوه انه دروس كذا ما لخص خسران شيء قدمت آه. سبحان الله كنت خيطب على وجه تزوجت هلا عائلة. إيه عندي ولد الله يخلي لك يا رب في لأ. فتره لك. الدراسه الله يكرمك مثل ما ذكرت انه فعلا في صعوبات بتواجه اي سوري طالع على بلد جديد ولغه جديده واضطريت بسبب ظروف المعيشة انك تبعد عن الدراسه وفي عالم هلا لحد الان عم تدرس تشتغل لحتى تقدر توفر صحيح. يعني مصاريف الدراسه نحكي شوي عن ماذا بعد التخرج ذكرت انه ما استلمت الشهاده لكن انت عم نتجهز لهذا الشيء شو مخطط هلا بعد الدراسه بعد التخرج في حال اردت انه تكمل في مجال اكاديمي راح يعمل ماستر يكمل في مجال الاكاديمي او في حال اراد انه يشتغل في المجال اللي هو تخرج فيه سواء كان هندسه او طب او 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 طبعا نحن هون عم تواجهنا مشكله الاوراق الثبوتيه ولكن اغلب الطلاب الجامعيين عم ياخذوا الجنسيه التركيه في, في امكانه يداوم في مجال الدراسه ولكن هون امكانيه الم... ايجاد الوظيفه هل هو سهل بالنسبه للسوري الموجود بتركيا اللي مو على الجنسيه التركيه؟ صعب لانه في كثير منافسين لازم يكون عندك كثير رغم انت حققت مراكز اولى مثلا يعني ممكن لك مثلا امتيازات ايه ولو كان بدهم يكون اقل شيء عندك بالسي في مثلا انه عندك انت اكسبيرينس مثلا ثلاث سنوات طيب ثلاث سنوات انا كيف بدي اخذ هلا تخرجت لازم بدي اشتغل يعني تسألني شيء مؤسسه حتى اقدر اشتغل فيها هي هاي من الاخطاء اللي عم نواجهها يعني من الصعوبات والاخطاء اللي عم نواجهها انه عم بيعتمدوا على خبرات تكنسيان بيقولوا له, آه. له اكثر من المهندس م. او الاداري او 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 انه هذا عنده خبره خمس سنين ولو ما معه شهاده طيب ختاما بنحكي عن لحظه تخرجك شوي هل كان الاهل معك بحكي لنا كيف تلقيت الخبر <applause> تماما كيف تلقيت الخبر ويعني كيف زملائك الاتراك يعني كانوا معك بهي اللحظه؟ هلا زملائي الاتراك في منهم طبعا كانوا ودودين، في منهم ما كانوا ودودين ولكن اغلبهم الحمد لله يعني كانت علاقتي فيهم طيبه، مم. كانوا ودودين كثير فرحوا لي والاهل كمان كثير كثير انبسطوا لانه هن بالنهايه الداعم الاول والاخير إلك إحنا اكيد اكيد كلياتنا كسورين دعمي لك كلياتنا فخورين فيك وبدنا والف مبروك مره اخرى الله يبارك شكرا لك امجد شك بسطاطي